أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وحكيم الوزن بالقسط والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.